وهذا على اليسار بقى بأي واحد بدنا نمرق. أنا شو بعرفني؟ هي محمد شبعت. ليكو 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 ارقد 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 بسرعة. صرت جوكر جوكر لك. ليكو ورانا ورانا يا محمد. ارقد ارقد. سلام يا مغامرين، كيفكن حبايب قلبي؟ في عائلة تواصلت معي من أهل هاي المنطقة، كانوا عم يتمشوا بالغابة تقريبا الساعة 10 بالليل 10:30، وبنتهم عمرها 13 سنة، هي طفلة، قالت إنه شافت جوكر بهاي الغابة. أنا ما صدقت لما كان عم يحكي لي أبوها، قال لي بنتمنى إنك تيجي لهون تستكشف لنا هاي الغابة. فأنا أجيت أنا وأخي محمد اللي عم يصورني تمام على هاي الغابة. عم يسلم عليكم أخي محمد، عامل لكم مرحبا من ورا الكاميرا، ولحتى أشوف. بس أنا أبوها لما حكى لي ما صدقت، بس لما قلت له أعطيني البنت أحكي معها، قالت لي يا عمو أنا فعلا شفت هون جوكر، وكان شكله مخيف وشعره أحمر. فأنا جيت لأستكشف وما بعرف هذا الموضوع صح ولا حقيقة. تفضل أخي، خلينا نفوت، ادعمونا بزر اللايك واشتركوا بالقناة. نحن مشينا من هون، شايفين كله شجر، وهلأ هاي نقطة مو البداية، بس نحن مشينا كتير عشان أطش بالفيديو عشان ما تملوا. يلا خليك يلا بشي، بس انتبه كمان شوي شوي يا مغامرين. هلأ رح ندخل لجوا ونشوف شو اللي رح يصير معنا. تعال. بس في شغلة يوسف معنا طبعنا علي، اللي هي انه ما في انترنت. انترنت ما في انترنت عادي، لو ما في انترنت تعال. تعرف انه ترجع من نفس المكان، هذا الطريق نفسه حافظينه. تعال الغابة كتير كبيرة. تعال خلينا نشوف. شايفين الغابة قديش مرعبة؟ أنا الصراحة ماني داخل بعقلي هذا موضوع الجوكر وما جوكر، بس رح نشوف، حاول نستكشف. انتبه على مشيك. ها؟ شو هذا اللي وراك؟ إيه؟ خليك خليك. شو هاد؟ هل هذا بالعادة بيكون الشيط عشان إنه ممنوع حدا يدخل الغابات ال صورني هون أشوف؟ معقولة؟ ايه لان في ناس بتضيع. أنا هذا كان هذا كان مربوط من هون لهون؟ ايه هذا كان موجود من هون من هون هيك تقريبا لهونيك. بس في حدا داخل محمد، معناها شايلينه. ليش صحي واعي على الارض يعني؟ معناها في حدا داخل. اذا كان في حدا جوا يعني؟ معقولة الجوكر؟ كانوا جوكر هيدين. والله قصة خرافة. تعال تعال نفوت نشوف. تعال نشوف شو رح يصير معنا. تعال لأقول لك. تعرف دقيقة دقيقة ضويلي هون. بدك تلمسني انت؟ ها ما بعرف. ضوي ضوي. يعني سمعت شيء؟ تعال 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 تعال. انتبه. تعال استنى شوي. دائما حفاظ شغلة، الأماكن المرعبة مثل هيك والغابات لا تفوت من الطرق الرئيسية، فوت من الطرق الفرعية. تعال. بس انتبه أنا عم صور مالي شايف شيء يعني. ايه فينك تضوي على الأرض. طلع الشجرة مخصوصة. لأنه محمد نحن لو دخلنا من المكان الرئيسي رح ننكشف. تعال يلا عجل شوي. هلا يا مغامرين مثل ما شايفين طلعوا. تعال تعال محمد، شايف؟ هلا هذا الباب الرئيسي. تعال من هون. تعال تعال اقول لك. شايف؟ شايف البوابة هاي؟ معناها هذا الباب الرئيسي. طيب وهلا وهي الغابة اللي حكوا عنها. هلا هذا الباب الثاني صار هون، هلا هذا معقول مدخل بداية يعني؟ لا هذا المدخل الرئيسي تبع الغابة، مو شايف شلون؟ ضوي ضوي حوالي، أنا والله مو شايف شيء، أنت ضوي ضوي لنشوف. شو ها؟ شو هاد؟ إيه؟ واقف في صوت. قرب قرب. طب بعد عنا شوي. قرب قرب نشوف شو هاي. عم شو هاد؟ هاي على الباب هلا واقف. قرب عليها قرب. قرب قرب خلينا نشوفه بشكل واضح. يا إلهي شو هاد؟ ضوي ضوي محمد. شو هاي؟ لعبة. وهي طلع راسه من فوق. نعم دمية. هاي جمجمة حقيقية؟ ما بعرف، تأكد منها. بسم الله الرحمن الرحيم. استنى شوي. خليك. خو جمجمة حقيقية هاي. ليك وزنها. جمجمة حقيقية. وهي شو هاي اللي هون؟ شايف؟ نعم والله شكلها مرعب. جمجمة عظم. العمى معناها مزبوط. شو مزبوط؟ مزبوط هاي الغابة المرعبة، معناها يمكن يكون في جوكر. انت بتعرف قد ايش صرنا ماشيين احنا؟ قد ايش؟ يعني هون انا متأكد ما في حدا بيقدر يوصل لهذا المكان. تعال تعال نفوت لجوا. تعال محمد. طيب شوي. شو؟ يوسف مش الشغلة مالها لعبة يعني. طلع هون أول شيء هذا الباب مفتوح.
ايه حاطين لك ممنوع تدخل من صرنا تقريبا تعرف قد صرنا ماشيين وقالوا لك ممنوع تدخل يعني، ونحن دخلنا وهي اول شيء لقيناه بوشنا. اوه العم بسم الله. طب يعني كل هالتحذيرات ولسه بدك تفوت؟ اسمع 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 سمع الصوت. روح روح محمد تعال لا خلينا ندخل من هون انا وياك يلا. طلع والله منظره بخوف. روح روح فوت يلا. خليني زوم. ما بيزوم ما بيزوم ما بيزوم. روح فوت يلا. طيب مشي يوسف بشوي شوي مشي ماشيين يلا خلينا نشوف شوف الحلاقي هون بالغابة. والله تعبت يا اخي. وانا تعبت كمان. طلع اربع مفار ثلاث مفار اصلا. وين نمشي هلا يعني؟ ما بعرف. شوف شوي هذا يعني واحد عندنا هذا المفار يمين هذا هذا الثاني وهذا على اليسار بقى بأي واحد بدنا نمرق. شو بعرفني؟ هي محمد شباب ليكو 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 قدر 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 بسرعة صرت جوكر جوكر لك ليكو ورانا ورانا يا محمد قدر 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 ما شفته ما شفته. لك استنى شوي انت قاعد عم تتخيل انت. والله ما عم بتخيل ورانا هون قسما بالله ورانا هون. لك ما في شيء. لك شو ما في كان عم يرقد ورانا هون لك محمد. يوسف انت عم تخيل انت ها؟ لك والله ما عم بتخيل. انا رح شوف ارجع الفيديو شوفه. يا الله والله كان عم يرقد هون ورانا. ما شفت شيء انا ما سمعت. شلون مسك 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 اعطيني اعطيني الكاميرا اللي معك. مسك هذا الموبايل اعطيني مسك الضوء مسك. انت متاكد؟ انت ما شفت يا زلمه والله ركض ورانا من هون. انا كنت عم من انه اتجاه رقد هو كان عم يرقد عند المفار. هلا كان في ثلاث مفار انا كنت عم بتطلع على اليسار هو منين طلع؟ كنت عم بتطلع على اليسار هو كان راقد علي من المفرق اليمين انت ما شفته مزبوط. اوف والله العظيم كان عم يرقد علي من المفرق اليمين. يعني انا لو ما قلت لي ارقد انا واقف. شفت شلون منظره؟ لا والله العظيم مرعب مزبوط معناها كلام البنت اللي قالت قالت انه في واحد شعره احمر وجوكر. لك وانت تخيلت؟ لا والله لك شايل بايده حديده هي اللي بتقطع هيك. على كل حال يوم نشوف على الكمبيوتر وين الجمجمه كانت. وانا جمجمه نشوف. تعال تعال برجع برجع تعال نشوف وين وين الجمجمه. بالفعل كان في جمجمه. وينها؟ مو كان هو في جمجمه؟ لك وانت شلتها؟ ما شلت ليكا والله ليكا. هي بجوز انت موقعها. معقول انا زتيتها هون قبل ما اروح؟ عما قرب قرب خليهم يشوفوا هالمنظر. هالمنظر سمعت الصوت؟ سمعت. انتبهت؟ هذا الجوكر اللعين هون لازم نقضي عليه محمد ونكمشه. شو بدك تكمش انا هلا سامعني مقتنع بهي الشغله؟ انت جد ما شفته؟ ما انتبهت عليه. والله هلا بفرجيك الفيديو هون على الكاميرا كمان. رح شوفه رح اتاكد. معقول انا يا مغامرين خليني افرجي لاخي الفيديو مشان يتاكد وبعدها بنرجع لكم. يلا يلا شو طلع معك محمد؟ بالفعل شفته. شفت؟ قلت لك انه كان عم يرقد من هون انت ما صدقتني. ورقد هو ورانا منيح يعني. ما عم اقول لك رقد ورانا لك انت لك لك, لك انت ليش هربت؟ انا منك من صوتك. ما كان في حدا عم يرقد. تعال تعال شو تعال خلينا نشوف هدول. وقف يا وقف وقف شوي. في شيء؟ والله في في اصوات عم تمشي. شو في هون؟ نستكشف هدول بركي فيهم شيء ما فيهم شيء. شو فيهم؟ طلع ايده لهي والله اشكال غريبه. هي هي الجمجمه هي. ترى في شيء بقلب الجمجمه؟ هي جمجمه بشريه ما في مو مفتوحه. في بقلب شيء؟ والله ايه ايه. شو تفرج؟ شو هذا؟ لك الجوكر. جوكر والله ورقه الجوكر هاي كرت الجوكر هاد قسما بالله محمد كرت الجوكر. تعرف شو يعني كرت الجوكر؟ شو يعني؟ يعني هذا هو اللي 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 لهي الجمجمه هو اللي قاضي عليها. هي جمجمه حقيقيه بكون هو قاضي عليها. ايوه العمى والله. طلع طلع قرب قرب خلي شوف. شايف هيك الصورة؟ شايف الصورة؟ تمام. بس هذا شعره اخضر واللي شفناه نحن شعره احمر. ايه والله شعره احمر صحيح. معقوله في جوكر ثاني؟ بس يوسف هذا الكرت جديد ما له قديم. لك ايه ما له قديم. ما هو الجوكر يمكن كل ما يقضي على واحد بحط له هاي الكرت انه هو اللي قضى عليه. إيه؟ شو رايك؟ ايه شو عم نساوي هون؟ ما عم نساوي شيء. يعني هلا ممكن يقضي عليك او علي ويحط كرت تحدي جبتي. لا يقضي عليك. انا شو بدي تعال تعال نشوف. تعال تعال نطلع من هون نشوف. شوف هذا جاي. بالك يا اخي. شو؟ لك شو شو زاب؟ عم تسمع اصوات انت؟ في صوت حركه بالمكان. حركات مو حركه. بس والله انا اذا بكمشوا للجوكر هذا بقضي عليه وبلع هذا الكرت ببلعه اياه. انت بلعه اياه انا. طيب شو ذنبي يعني لامشي معك انا؟ انت بتصور؟ لا لا تخاف انت ما يقرب عليك. لا ما بيقرب علي انا لاني رح يقرب علي. انت بعسل انا شوكولاته. شو بدنا نعمل لما نفوت؟ شو رايك نحط له هذا الكرت طعم؟ الا ما يجي. طيب شو نسوي باللعب؟ اخذ الجمجمه معي. شو نسوي فيها؟ استنى رح اخذ بس الجمجمه معي. تعال محمد. لك يا اخي بركي مسكونه هاي. لك تعال. شو مسكونه هي جمجمه بشريه؟ روح. مشي معي. شو شو بالله طلع لي عليها تجي قد راسي؟ لا قد راسي. استنى استنى بوسه. شوف لي اياها قد راسي.
منيحة يلا. منيحة؟ تعال تعال. تعال خلينا نحاول نفوت لجوا. على فكرة هي الجمجمة بدها أخذ على دكتور أسنان، أسنان ونخلعها. محمد. شو؟ شو رأيك نحط هي الجمجمة هون؟ قرب. طيب. قرب قرب معي. ونحط هذا الكرت هون على راسه. طيب. ونعمل له كمين للجوكر ونتخبى هون بين الشجر. وين هون؟ هون. أخي هون يا وادي. هون طيب. قرب قرب لهون طويل. آه. تعال. يا حبيبي هون هذا كله شوك. بدك تعال هون. شو تعال تعال؟ وين فيه؟ بدنا شجرة يا الله. بالله بدك شجرة كل هالشجرة. تعال تعال. تعال. روح على أفريقيا يعني. ضوي هون. طب أعطيني أنت، أنا المشكلة ما عم بشوف بالضوء. شوف يا أخي طيب. هاد ضو هون هيك معك مبين. اعطيني عشان سيك هون محمد. سيك هي لك اللي معي. تمام. خذ هاي اخطبوط. اعطيني الضو. خذ الضو. تعال لك. تعال اجيت لك. هلا هون رح نتخبى ونقعد نقعد نراقب. عود لك خلينا نراقب نشوف اذا بيجي الجوكر بياخذ هذا الكرت ولا لا. شو بده يسوي فيه؟ ما بعرف. خلينا نحاول نراقب. على فكره رح ينزل مطر. ها معقوله؟ ما سامع صوت الرعد؟ ايه والله في صوت رعد. شاف الجمجمة هذيك وينها؟ بس خلينا نثبت مشان انا حاس انه يمكن رح يجي. ها وينها؟ هاي هي. خلي المايك علينا مشان ينسمع الصوت. محمد وينها؟ هاي هي هون. ايه هي الجمجمة ليك وينها؟ شفتها؟ ايه هي عند اصبعتك. ايه هي اصبعتي. ايه خلينا نشوف. شو بدنا نشوف؟ ما بعرف. خلينا هيك نطول. يا اخي صار لي ساعتين ناطر انا. وطي صوت. ليكو 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 اجا اجا. وطي صوتك. قلت لك وطي صوتك يا محمد. لك انكسروا اجرك. ليكو ليكو. واقف واقف واقف. مو شايفنا هو. عزت ترك 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 الجمجمة. ها ليكو 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 ليكو. تركو 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 يروح. شفته؟ قرب علينا. لك راح 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 هو. ما شافنا والله يا هذا. لا ما لا يكون أعمى هذا. ما شاف الضوء ولا شيء. لك هذا شو عم يساوي بالباب؟ استنى. طلع 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 بسرعة. ليك وينه؟ ليك وين؟ ليك ليك وين راح؟ شفته؟ تعال خلينا نقرب من الجمجمة. ليكون حاط فيها شيء. ما بعرف. هات 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 شوي. خذ. سيك الضوء. سيك. والله اه شفت اخذ الكرت. قلت لك شفت؟ شفت الكرت اخذه. فرجيني. ها وينه؟ لك اخذه. ما الكرت كنت حاطه على راسه. راح الكرت واخذه. انت كنت حاطه على راسه. لك لكان الكرت تبع الجوكر. شباك اللي كان شعره اخضر. ايه والله هو طلع من هون. ها هو من هون راح الرباعي. ايه شو رايك نرجع برجوع؟ لوين نرجع ولا نروح نشوفه؟ لا تعال تعال نحاول نشوفه. تعال نراقبه شوي شوي. امشي معي. وصلنا 15 كيلو متر عم نمشي. لك معلش تعال بس خلينا نشوفه وين عم يروح. حد ليكون عم يقضي على الاطفال والناس. شوف انت عارف ارجع؟ ايه بعرف ارجع. تعال تعال خلينا ندور عليه نشوف وينه. شوف لا تطلع صوت. لك لا تضحك لا تضحك. بدك تفضحنا؟ لا تضحك. عم تضحك جاي هلا بيقتلنا هاد. طب روح انت. انت روح انا من هون بنقذك بس انت تموت. ليك وينه؟ ليك وينه؟ ليك وينه؟ والله شايفه انا. تعال تعال شوف. تعال ليكو ليكو. شايف؟ انتبه انتبه لا يرقد علينا. ها شايف؟ تعال قرب 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 له. لك هذا شعره. قرب قرب. شايفه انت؟ ليكو ليكو ليكو. ايه ها بده يهجم بده يهجم. انتبه انتبه. خليك انت تبه. محمد ارقد ارقد ارقد. محمد اجي 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 ارقد ارقد اجي اجي اجي. عم يركض ورانا عم يركض ورانا. وينه؟ انتبه انتبه لا تخبط بشي. لك انا ما عاد عم بشوف ضوي. وين راح؟ وينك انت؟ اه شايفك انا. استنى شوي. شفت؟ يشلق. دوية يا سيدي هو ما بيقدر يمشي لهون. ايه؟ عند الباب. معقولة؟ يعني هو مكانه غير جوا. اسمعوا يا مغامرين يا ابطال، هلا رح صور جزء تاني انا واخي محمد كمان ونحاول نكمشه ونقضي عليه، بس ما راح ننزله على قناتي اليوتيوب. بتروحوا على حسابي الفيسبوك، موجود الرابط بالوصف. اكتبوا على الفيسبوك المغامر انصاري، بتطلع لكم صفحتي الفيس وبتلاقوا الجزء الثاني وانا عم حاول امسكه لهذا الجوكر. اذا ما طلع المغامر انصاري بتلاقوا الرابط بالوصف، اضغطوا عليه وحولوا على الصفحه وتابعوني هنيك وشوفوا الجزء الثاني. ولا تنسوني من اللايك. والى اللقاء يا مغامرين. قديش بدك لايكات؟ بدي 100,000 لايك. مستحيل لانه هذا الموضوع خطير. الى اللقاء يا مغامرين.